عاد الذئب على شاة فأخذها، فانتزعها الراعي منه، فجلس الذئب وقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب يكلمني؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فهذا الحديث من المعجزات النبوية. نعم، ذئب شهد بالنبوة بل ودع الناس إلى الإيمان. ذئب أمر الراعي بتقوى الله بل ويؤمن بأن الرزق من عند الله.